السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومدوك زمانور تدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور. النهارده هنعرفكم على ضيف جديد يا جماعه، لسه جاي لنا من فتره قريبه جدا، وهو ماكس. ماكس من محافظه كفر الشيخ، طبعا كلب جيرمان شورت هير، طبعا كلب من الانواع اللي هي القديمه، طبعا من الكلاب الجميله جدا والكلاب اللي دماغها شغال وكمان بتبقى شاطره في الحراسه جدا جدا. لكن ماكس يا جماعه مشكلته ان لما جانا هنا طبعا شخصيته ضعيفه خالص، بيخاف من اقل حد معدي من جنبه، اي حد يحاول يلمسه بيصوت ويرجع لورا. طبعا كل دي حاجات يا جماعه بتزعل صاحب الكلب من الكلب بتاعه، وبيحاول ان هو يعني ممكن يجي عليه وقت يزهق منه. فطبعا معنى ان هو زهق منه، بس يا ماكس تعال 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 شاطر شاطر. فطبعا معنى ان هو زهق منه بيجي بعد كده بيهمله. فالمطلوب مننا دلوقتي ان احنا ناهل الكلب ده شراسه، وياخد كورس الحراسه بتاعه، وياخد تدريبات الطاعه بتاعته، ان هو يبقى مركز مع المدرب بتاعه او مركز مع صاحبه. في نفس الوقت طبعا يعني محتاج اهتمام شويه، لان من الواضح ان الكلب ما كانش حد مهتم بيه قد كده. فالمطلوب مننا ان احنا نهتم بالكلب شويه ونركز مع الكلب شويه. الكلب كان جاي يا جماعه برده في حاجات برده من ناحيه الحشرات ومن ناحيه الحاجات زي كده، المفروض بيبقى في اهتمام يا جماعه شويه بالكلاب بتاعتنا. المفروض ان احنا نهتم من ناحيه ادويه، من ناحيه علاجات، من ناحيه رش حشرات، من ناحيه نظافه المكان، كلام من ده. فطبعا ده هي دي شغلتنا، ان احنا بنعمل الحاجات ديت اول ما بيجي لنا الكلب. بس احنا بنكلمك في الفتره اللي الكلب عندك فيها، او ما قبل التدريب او ما بعد التدريب، لازم ان انت يبقى فيه اهتمام، لان بناء عن الاهتمام ده الكلب ممكن يديك ناتج ان انت ما تحتاجش لمدرب. اهتمامك بالكلب ونظافته يديك ناتج حلو وكويس جدا ان انت ممكن ما تحتاجش لمدرب، لان الكلب كل ما يحس ان صحته قويه ويحس بالمكان بتاعه نظيف ومرتاح فيه، فصدقني ممكن تلاقي الكلب اتغير في يوم وليله، اداك ناتج جميل جدا. الكلب الشرس او شراسه الكلب في المكان بتاعه اللي هو قاعد فيه ده، بيشتغل بناء عن ثقته في المكان، محبته في المكان اللي هو قاعد فيه، بيحب يحافظ على مكانه. زي مثلا واحد شاري بيت، هو قاعد في البيت بتاعه، هو حابب البيت وحابب المكان اللي هو قاعد فيه، لو حد قرب من البيت ده هياكله، تمام. لكن لو هو كره المكان وكره البيت، اي مشكله هتحصل هتلاقيه انسحب بسرعه، تمام. فطبعا هي نفس الفكره بالظبط، الكلب لازم يكون حابب مكانه، يكون حابب اللي قاعد معاه، يكون حابب المتعايش معاه. طبعا ده كان ماكس عرفناكم عليه ومحافظ كفر الشيخ، وباذن الله نشتغل مع ماكس ويتغير معانا، عشان لو انتم شفتوه في الحلقات باذن الله نلاقوا ناتج جميل جدا. في الاخر تحياتي ليكم، وكل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للحلقات بتاعتنا، وتفعلوا الجرس عشان تتابعوا معانا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.